أنه توجد هناك ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى أن يكون الكيان الصهيوني استخدم فيروس ستينكست الذي استخدم سابقا في المفاعل النووي الإيراني واستطاع تعطيل ألف جهاز طارد مركزي عبر رفع درجات الحرارة، وهذه الفرضية ضعيفة. الفرضية الثانية وما تحدث عنه إعلام العدو بأنه قام باختراق للشركة المصنعة ووضع مادة بيتن المتفجرة ويحاول أن يسجل إنجاز أمني للموساد. أعتقد أن هذه الفرضية أيضا ضعيفة، لأن مادة بيتن يمكن كشفها بالمتفجرات بأي جهاز متفجر، كشف متفجرات. والأمر الثاني أنه تحتاج إلى درجة حرارة 180 حتى تصل إلى الحالة الغازية وتبدأ بالتفاعل. الفرضية الثالثة وما تفضل به ضيفك، هي وجود طائرة لوكيد EC-130H كومباس كول، وهذه كانت تطير فوق العراق وسوريا والأردن وفلسطين، ولكنها لم تكن تحلق فوق الأجواء اللبنانية إلا ساعتين، وهي الساعتين التي حدث بها الانفجار. تمام، بس 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 خلي يعني شو وقف عندها هاي القصة؟ يعني الطائرة شنو علاقتها بأجهزة البيجر؟ الطائرة هذه طائرة هجوم إلكتروني وتحكم إلكتروني، وتقنية عالية تستخدمها الولايات المتحدة للسيطرة على مراكز القيادة والسيطرة لدى العدو والتحكم بالاتصالات. زين. عبر هذه الطائرة قد يكون هناك overloaded، يعني عملة تحميل عالي لهذه الأجهزة، ما أدى لارتفاع درجة الحرارة، وبطارية الليثيوم بهذا الجهاز الجديد من نوع أبولو 924 هي ضعف ونصف الجهاز القديم، فانفجارها أدى إلى حدوث هكذا حوادث. وهذه طبعا جريمة، يعني هذا الجهاز ممكن ينفجر، حتى هذا البطارية حتى بطارية الهاتف ممكن تنفجر في هذه الحالة. بطارية الليثيوم إذا كانت بحجم كبير ممكن أن تحدث هكذا أضرار، يعني كما حدث في جهاز البيجر.